عنوان حلقة اليوم تقارير عن الدورات القرآنية الصيفية في دار القرآن الكريم وعن كتاب المواعظ الحسنة لخطب الجمعة وأمور أخرى مختلفة. في المقتطفات سنتحدث عن متبركات العتبة الحسينية الموجودة في قم وعن جولة وفد من مجمع الإمام الحسين عليه السلام على المراجع الكرام والشخصيات والمراكز الدينية في قم. أما حوار حلقة اليوم فيدور حول كتاب منافيات التوحيد في الفكر الوهابي، كما سنمر بشرح جرافيكي على نشاط ثقافي لمؤسسة فجر عاشوراء. أما في فقرة إصدارات سنتعرف إلى كتاب كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، وأخيرا سنكون مع تقرير يسلط الضوء على قسم الأطاريح والرسائل الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء. بكم مشاهدينا الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم الشهري مفكرة الأعمال، الذي نتناول فيه نشاطات مؤسسات تابعة للعتبة الحسينية بكافة تخصصاتها وفروعها. لمعرفة المزيد عن حلقة اليوم انتظرونا لحظات وننطلق. لا يخفى أن منبر الجمعة في العتبة الحسينية المقدسة كان ولا يزال له دور كبير وبارز في توجيه الأمة ومواكبة المراحل والأحداث التي مرت بها البلاد بعد سقوط النظام البائد. في هذا الإطار أصدرت مؤسسة الخلق العظيم في مدينة قم والتابعة للعتبة الحسينية المقدسة الجزء الثالث من موسوعة المواعظ الحسنة، والتي تتضمن مواضيع أخلاقية من خطب الجمعة الدينية لسماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي دامت بركاته، وذلك في سعي من المؤسسة لتأصيل القيم النبيلة في حياة أفراد المجتمع وبهدف التذكير بالتعاليم الأخلاقية الإسلامية الحميدة والترويج لها. عملت المؤسسة على إصدار 3 أجزاء من هذه الموسوعة باسم المواعظ الحسنة، وصدر حديثا الجزء 3 من هذه الموسوعة. اهتمت هذه الخطب ببيان المشاكل الأخلاقية وعلاج هذه المشاكل الأخلاقية، وتعرض سماحة الشيخ في كثير من الخطب إلى اختيار مواضيع ذات صلة بالأخلاق من كلام الأئمة سلام الله عليهم ومن الآيات القرآنية، وعملت المؤسسة على نشر هذه الخطب على شكل كتاب، فتمت المراجعة الدقيقة للجنة العلمية لهذا الكتاب، وصدر بحمد الله وهو يتضمن أكثر من حدود 34 خطبة لعامي 2007 و2008. وضمن سلسلة فعالياتها التي تقام بنظام التعليم عن بعد، اختتم فرع مركز دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة في مدينة قم مشروع الدورة الصيفية الإلكترونية، وهو مشروع مركزي لكل فروع الدار وطلبتها في داخل العراق وخارجه. يتضمن المشروع دروسا في الحفظ والأحكام المبسطة والمفاهيم القرآنية. طبعا نحن دار القرآن في مدينة قم المقدسة أقمنا هذه الدورة، إضافة لما أقامت دار القرآن في العراق دورة خاصة للعراقيين في العراق، نحن أقمنا لمن هم في خارج العراق. تقريبا عدد المشاركين، عدد الدول المشاركة في هذه الدورات الصيفية 13 دولة. بلغ عدد الأطفال أو الشباب أو الأشبال المشاركين في الدورة 130 مشارك. الدورة مشتركة للبنات وللأبناء من عمر 9 سنوات إلى عمر 13 سنة، ومن عمر 13 سنة إلى 15 سنة. تحتوي هذه الدورات على تعليم التلاوة الصحيحة وحفظ القرآن الكريم ومفاهيم قرآنية وقصص وعبر قرآنية. أحمد الجواهري لبرنامج مفكرة الأعمال. في المقتطفات لهذه الحلقة سنتطرق للمتبركات التي تعرضها العتبة الحسينية في معرضها الدائم بمدينة قم المقدسة، وتستقبل فيه الجاليات العربية والأجنبية وعامة الشعب الإيراني. وهذه المتبركات كانت وما زالت تلقى استقبالا واسعا من قبل محبي آل البيت عليهم السلام بإطفائها نوعا من السكينة عليهم. وهنا لابد أن نشير إلى أن الكثير من أبناء الجاليات والمغتربين وكذلك عامة الشعب الإيراني والشخصيات المرموقة وفضلاء الحوزات يقدمون إلى المعرض فقط
لغرض التبرك وطلب الشفاء من صاحبها الإمام الحسين عليه السلام، وأيضا لتقبيل الراية المتوفرة للجميع في المعرض. وعندما نتحدث عن الراية هي أيضا من المتبركات التي وفرتها العتبة في المعرض الدائم، هي الراية التي تركت على القبة الشريفة لمدة 5 ليال. والتربة الحسينية المأخوذة من مسافة تبعد 4 إلى 5 أمتار فقط من المضجع الشريف للإمام الحسين عليه السلام، وكذلك بعض الميداليات التي تحمل صور الحرم الحسيني الشريف، وبعض الأقلام واللوحات التي تحمل صور الحرم الشريف. وفي المقتطفات أيضا نشير إلى أن وفدا من مجمع الإمام الحسين عليه السلام قام بزيارة المراجع والشخصيات الدينية والمراكز العلمية في قم المقدسة، وشملت الجولة حوالي 13 مكتبا ومركزا، نذكر منها مكتب آية الله العظمى السيد علي السيستاني ممثلا بسماحة السيد جواد الشهرستاني، كما شملت الجولة مراكز ومكاتب دينية وثقافية أخرى. جرى التداول خلال هذه الزيارات حول الأوضاع العلمية والحركة العلمية في قم والمنطقة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في مقابلة اليوم. سنكون في حوار مع مؤلف كتاب منافيات التوحيد في الفكر الوهابي، سماحة الدكتور الشيخ علي الأسدي. أهلا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. يعني الكتاب قيم جدا من حيث المحتوى، فيه من المعلومات ما يكفي لإثراء ثقافة أي قارئ. كيف تعرفون عن هذا الكتاب بالمجمل؟ في بداية الأمر قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أنه الدواعي التي دفعتنا للبدء في كتابة هذا الكتاب واقعا كثير من الروايات التي وجدناها في كتب أهل السنة، وهي تشير إلى مشتركات مع مذهب الإمامية في خصوص بعض الموضوعات المهمة كزيارة القبور أو التوسل أو الشفاعة. لكن المشكلة في هذه الروايات أن بعض ممن يحسبون على المذاهب الإسلامية من يقومون بتضعيف هذه الروايات من دون حجة أو دليل. كتاب في 5 فصول كل منها يعالج شبهة من الشبهات التي أتى بها ما سميتموه من يحسبون على الإسلام كفرقة من المسلمين، كموضوع زيارة القبور والشفاعة والتوسل والتبرك وغيرها. لماذا اخترتم هذه المواضيع الخمسة فقط؟ طبعا هناك موضوعات كثيرة جدا، لكن أغلب الموضوعات أو الموضوعات الأساسية التي تم تكفير الشيعة الإمامية هي هذه الموضوعات، خصوصا في قضية زيارة القبور أو في قضية التوسل أو التبرك أو الشفاعة وغير ذلك. لهذا جعلنا البداية في كتاب المنافيات هو تناول هذه الموضوعات المهمة. يعني هل يمكن أن نقول أن من يقرأ الكتاب من أولئك الذين يحرمون سيقبل بهذا المنهج وهذه الطريقة؟ طبعا لا إشكال أنه نحن تناولنا الموضوعات المتعلقة بهذا الكتاب بصورة علمية وبطريقة منهجية، بحيث القارئ يقتنع أولا، لأنه نحن كتبنا هذا الكتاب ليس لعلماء أو لفطاح الموجودين، وإنما لعوام الناس، بحيث القارئ البسيط يفهم عبارة الكتاب بصورة جيدة. لهذا تناولنا في هذا الكتاب منهجية أهل العام، فلذلك قمنا بتحليل الروايات الموجودة وتفنيد بعضها من ينكر هذه الموضوعات الموجودة، وهنالك بعض الروايات التي وجدت وقد طعن بها بعض العلماء من أهل السنة، فجئنا بهذه الروايات بطريقة بسيطة، استدللنا من خلالها أولا من تصحيح الرواية سندا، باعتبار أنهم يقولون بمسألة الضعف السندي وتصحيح السندي، فبنفس منهجيتهم قمنا بتصحيح هذه الروايات الموجودة. ما هي المشاريع المستقبلية لمؤسستكم الكريم؟ هنا نتحدث عن مؤسسة الدليل بطبيعة الحال كي يعرفها المشاهد. إضافة إلى كتاب منافيات التوحيد، هنالك كتاب اسمه الاجتهاد والتجديد في قراءة النص، وهو ما يتناول خصوص القراءات الجديدة التي تطرح في الساحة الإسلامية اليوم لقراءة النص، قراءة جديدة وفهم جديد. لهذا تناولنا هذا الموضوع بصورة واضحة وبينة. إضافة إلى ذلك عندنا أيضا كتاب
قد اكتمل أيضا في خصوص الموسوعة العقدية للمؤسسة المباركة. الله شكرا جزيلا سماحة الشيخ، شكرا على هذا الكتاب وشكرا على هذه المقابلة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه المقابلة. أنصحكم بشدة بقراءة هذا الكتاب منافيات التوحيد في الفكر الوهابي. لا تذهبوا بعيدا، ما زال لدينا المزيد لنقدمه لكم. لحظات ونعود. أهلا بكم من جديد. من الأهداف الرئيسية لمركز فجر عاشوراء الثقافي التابع للعتبة الحسينية تسهيل وتسريع وصول الثقافة الإسلامية إلى الأفراد، ومن جملة الأساليب التي اعتمدها المركز في ذلك هو إنتاج لوحات ومخططات بحلة بهية تجسد الفن الإسلامي وتحتوي على مستخلصات المعارف الإسلامية، ليتم عرضها في المعارض الثقافية التي يقيمها المركز في زيارة الأربعين على طريق المشاية أو التي يقيمها في مناسبات أخرى. يجري إعداد هذه اللوحات والمخططات الملونة المجسدة للفن الإسلامي بعد تصميمها بقياسات معينة لتطبع على قطع خشبية صلبة توضع على استندات مخصصة. أما كادر المعارض الثقافية التي يقيمها المركز يتكون من منتسبي المركز وبعض الشباب المتطوعين من مختلف الجامعات والاختصاصات وحتى طلاب الإعدادية والمعاهد. يخضع الكادر لدورات تدريبية من أجل تزويده بالمعلومات اللازمة لضبط طريقة الشرح. الشرح لا ينحصر باللغة العربية فقط، بل يشمل الإنجليزية، الأوردية، التركمانية، الفارسية وكذلك التركية للزائرين المتحدثين بها. وهناك جناح خاص في المعرض للنساء يتولى الكادر النسوي من المتطوعين الخدمة فيه. لا تقتصر إقامة معرض فجر عاشوراء الثقافي على مناسبة الأربعين، فهو أيضا يقام في مناسبات ومجالات أخرى حسب توفر الفرصة في الجامعات والمنتديات ومعارض الكتاب وغيرها. وقد ألقت ممثلية المركز في قم المقدسة على عاتقها إنتاج جانب من اللوحات من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة التنفيذ، كما أنها أقامت عدة معارض في الجامعات وفي داخل الممثلية، وتنوع زوار المعرض بين طلاب العلوم الدينية وطلبة الدراسات العليا من العراقيين المقيمين في قم المقدسة أيضا. وقد تنوعت مواضيع اللوحات الفنية من العقائد والتفسير والتربية والسيرة والتاريخ إلى رد الشبهات وتصحيح الأفكار، وبلغ عددها أكثر من 28 لوحة. نذكر منها الدليل العلمي على الصانع الكريم، تفسير سورة الفاتحة، النجف مرسى سفينة نوح، نهضة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لإحياء السنة النبوية. هذا ليس كل شيء مشاهدينا الكرام، لحظات ونعود بالمزيد إن شاء الله. وفي فقرة إصدارات لهذه الحلقة سنتحدث عن كتاب كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد لمؤسسة العلامة الحلي التي تولي إحياء تراث حوزة الحلة العلمية منذ تأسيسها اهتماما خاصا. والتحقيق الذي قامت به مؤسسة العلامة الحلي جاء بعد جرد المخطوطات والمطبوعات وتهيئتها بفحصها باختيار النسخ الأصلية ومطابقتها مع بقية النسخ، ومن ثم تخريج الآيات والروايات والأقوال من دون التعرض لنص الكتاب بنقد أو تفنيد أو دعم أو تأييد، ومن ثم إثبات الحواشي ما لم تكن معروفة أو معلومة المصدر، ومن ثم بقية الخطوات التي بلغ مجموعها 10 خطوات، ليخرج بذلك تحقيق متكامل يوضح ويظهر هذا الكتاب القيم الذي يمثل تراكما علميا كان قد وضع لبنته الأولى العلامة الفيلسوف نصير الدين الطوسي. كأدنى شك في كون الإسلام يؤكد على العلم ويوصي به، بحيث إننا قد لا نجد موضوعا أوصى به الإسلام وأكده أكثر من طلب العلم، ولأن النهضة الحسينية تمثل ركيزة أساسية قام عليها الإسلام المحمدي الأصيل، لا بل القالب الذي حفظ الدين حتى يومنا، تصبح مسألة مقاربة النهضة الحسينية بطريقة علمية أمرا ضروريا في زمن كثر فيه التضليل والتشويه والتدليس، وعليه ارتأت مؤسسة وارث الأنبياء وتحديدا قسم الرسائل والأطاريح الجامعية دخول هذا الميدان من بابه الأوسع، أي ميدان مقاربة النهضة الحسينية المباركة بطريقة ومنهج علميين. أحد أهم الأقسام العاملة في هذه المؤسسة العلمية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة،
فإن هذا القسم يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأمور في الساحة العلمية والأوساط البحثية والأكاديمية، فإنه يهدف إلى نشر الثقافة الحسينية في الأوساط الجامعية، كما أنه يهدف إلى تأطير البحوث والدراسات الحسينية العلمية بالإطار الجامعي الأكاديمي العلمي التخصصي، فهو من جهة يرفع المستوى الثقافي عند الطلبة الجامعيين، ومن جهة ثانية هو يفتح آفاقا واسعة للدراسات الحسينية في الأوساط العلمية. هذا الجمع، وهو أن يكون العمل في مؤسسة علمية تخصصية وميدان هذا العمل هو في الجامعات الأكاديمية العلمية، هذا التزاوج بين هذين الرؤيتين يعتبر عمل نوعي ومتميز، وهذه هي الرسالة التي تريد أن توصلها المؤسسة من خلال هذا القسم للأوساط العلمية بشكل عام وبشكل كبير إن شاء الله تعالى. ولأن العمل الاحترافي يحتاج إلى تخطيط ورؤية وبناء يقوم عليه، وضع قسم الرسائل والأطاريح في مؤسسة وارث الأنبياء رؤية شاملة ترجمت بخطة عملية تتألف من مهام عدة في سبيل نشر ومقاربة القضية الحسينية. أما عناوين هذه المهام التي يقوم بها قسم الرسائل والأطاريح، أولاً هو إحصاء وتجميع الرسائل المرتبطة بالنهضة الحسينية أو المرتبطة بشخوص هذه النهضة المباركة. ثانياً تقييم الرسائل والأطاريح المرتبطة بالقضية الحسينية وشخوصها. ثالثاً اقتراح عناوين حسينية جديدة تكون في أيدي ومتناول الباحثين الذين يرغبون الكتابة في هذا المجال. رابعاً من المهام الملقاة أيضاً على عاتق قسم الرسائل والأطاريح الجامعية هو تلخيص الرسائل التي كتبت في النهضة الحسينية وعمل مجموعة من الأجزاء لهذه الملخصات. خامساً إعداد منهج حسيني للجامعات الراغبة في إدخال هذا التخصص إلى تلك الجامعات. الأمر السادس أيضاً هناك مهمة أخرى أضيفت إلى قسم الرسائل والأطاريح، وهي قضية تقييم الكتب الحسينية، أي تلك الكتب المرتبطة بالقضية الحسينية وشخوص هذه القضية المباركة. ثم يأتي الأمر الثالث، وهو إدخال معلومات هذه الرسائل وأرشفة هذه المعلومات وعمل تصنيفات متعددة لها، يعني مثلا الرسائل العربية كم، غير العربية كم، كذلك مثلا التخصصات الجامعية التي كتبت فيها هذه الرسائل، سواء كان مثلا على مستوى القرآن، الأدب واللغة مثلا، أو على مستوى التاريخ، أو على مستوى المسرح، أو غيرها من الأمور. تم تصنيف هذه الرسائل بشكل واضح جدا، بتصنيفات متعددة، منها أيضا مثلا سواء كانت كم رسالة على مستوى الماجستير وكم رسالة على مستوى مثلا الدكتوراه. وعملنا في هذا المجال على إعداد كراس أسميناه بدليل الرسائل والأطاريح الجامعية الإحصاءات والمخططات البيانية، حتى يستفيد منها المختصون سواء كان في الجامعات أو الهيئات والمؤسسات العلمية الأخرى، وذكرنا فيها الكثير من التصنيفات وبيناها بشكل قد يكون مفيد جدا للمهتمين بهذا الشأن. رأى القسم أن التطلع لمشروع جديد يتضمن إدخال الدراسات التخصصية الحسينية إلى جامعات العراق وإيران وغيره هو أمر مشروع ومهم جدا، حيث سيتم إن شاء الله العمل على هذا المشروع الجديد على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي إدخال الدراسات الحسينية كمادة درسية ضمن التخصصات أو تخصصات العلوم الإنسانية المختلفة. أما المرحلة الثانية
فهو إيجاد تخصص قائم بذاته يتعلق بالدراسات الحسينية والنهضة الحسينية المباركة. وكمقدمة لذلك قد تم العمل فعليا على إيجاد مناهج دراسية تتناسب مع تخصصات العلوم الإنسانية الموجودة على مستوى جامعات العراق وإيران وغيرها. هذه المهام القيمة التي ينجزها هذا القسم تترافق ومهام أخرى أيضاً من قبيل البحث عن الكتب التي تتناول القضية الحسينية وتقييمها ودراسة المنهج العلمي الذي اعتمدته في تحليل الآراء ومعالجة الإشكالات، إلى جانب أمور أخرى مؤثرة كلغة الكتاب والأمانة العلمية وغيرها. جميع هذه الرسائل قد تمت مناقشتها ومراجعتها بشكل دقيق وأرسلت إلى الباحثين، بعضها قد تم العمل عليه كما في هذه الكتب التي طبعت، عبارة عن رسائل جامعية طبعت بشكل كتاب، وبقية الرسائل الأخرى تنتظر دورها في الطباعة والتكثير. بدأت علاقتي بمؤسسة وارث عن طريق أحد الباحثين والعاملين في مؤسسة وارث، وهو الأستاذ عباس كاظم مدلل، حيث كان له الفضل في طباعة الرسالة وتنضيدها قبل مناقشتها، هذا أولا. وبعد مناقشتها يعني قدم لي خدمة أخرى عن طريق قسم الرسائل والأطاريح الجامعية في مؤسسة وارث، وكانت للأخوة ملاحظات قيمة في إخراج الرسالة والبحث بحلته الجديدة بما يتناسب مع سياسة المؤسسة في الشأن الحسيني. من الأمور التي أولاها قسم الرسائل والأطاريح الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء هو تقييم الكتب الحسينية المرتبطة بالنهضة الحسينية المقدسة، ويكون التقييم لهذا الكتاب من عدة جهات. الجهة الأولى أولاً ملاحظة عنوان الكتاب ومدى ارتباطه بالنهضة الحسينية المقدسة. النقطة الثانية ملاحظة الجنبة الجديدة في هذا الكتاب، وكذلك ولغة الكتاب، أن تكون لغة الكتاب واضحة مفهومة بعيدة عن التعقيد، بعيدة عن الإبهام، بعيدة عن الغموض. وكذلك من النقاط المهمة الأمانة العلمية للكاتب في نقل الآراء، بالإضافة إلى ملاحظة أن عنوان الكتاب لابد أن يكون سار في جميع فصول ومباحث الكتاب، ثم ملاحظة ما هي الأهداف والنتائج التي توصل إليها الباحث في بحثه. بعد المتابعات تعرفت على قسم الرسائل والأطاريح الجامعية، الأخوة والأفاضل الموجودين في هذا القسم، قدمت لهم رسالتي الجامعية، أبدو بعض الملاحظات وبعض الفقرات في تعديل هذه الرسالة، وكان لهم الدور الأكبر في إنجاح وترقية هذه الرسالة وطباعة هذه الرسالة الجامعية التي قدمتها إليهم. الجهد الذي بذله قلة من علمائنا وفقهائنا في وضع منهجية لكتاباتهم وبحوثهم ساهمت في إيجاد معالجات لقضايا العالم الإسلامي ومشكلاته والحوادث المتجددة والتي تلبي الحاجات الفقهية في مجالات الحكم والسياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع وغير ذلك، وعليه إن جهدا مشكورا كالذي يبذله قسم الرسائل والأطاريح الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم وعمت علينا وعليكم بالفائدة. حتى لقاء آخر، نستودعكم المولى عز وجل في أمان الله.